مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وكالمعتاد احنا بنتحول الى مستمعين بنستمع لشكاوى حضراتكم او اي مشكلة، وان شاء الله ربنا يوفقنا كده، ادعوا لنا ان احنا نقدر نحل اكبر جزء من المشاكل اللي بتعرض من خلال هذه الفقرة. نبدأ بالشيء الايجابي. الحقيقة انه في احدى المشكلات اللي عرضت من مواطن ابن محافظة بني سويف اسمه الاستاذ محمد، عرض مشكلته الأسبوع اللي فات معانا وكان يهدد بالانتحار. هفكر حضراتكم بهذه الواقعة بالفيديو للمشكلة اللي اتعرضت الأسبوع اللي فات، بس بداية عايز أبدأ مع حضراتكم بواقعة الحقيقة اتنشرت على المواقع الاجتماعية. الفنانة أنغام موجودة في بيروت، وللأسف إن هي أصيبت بوعكة صحية كده، البعض بيقول إنها حالة تسمم، فأهم حاجة إن احنا نطمن ونطمن كل محبيها طبعا عليها. هي معانا دلوقتي على الهاتف من بيروت الفنانة أنغام. مساء الخير وألف حمد لله على السلامة. مساء النور يا رامي، ميرسي، ربنا يخليك، ألف شكر. طمنين عليكي، إيه اللي حصل؟ الله يسلمك. هو الحقيقة أنا مش عارفة هما جابوا منين قصة التسمم. أنا ما عنديش تسمم الحمد لله، أنا عندي دور برد قوي جدا يعني، وجيوب أنفية، وصوتي كان رايح امبارح لحد قبل برايم ستار أكاديمي ساعتين ثلاثة يعني. تمام، احنا عشان كده يعني كان مهم نسمع علشان الناس على المواقع الاجتماعية قلقانة وكلهم بيقولوا حالة تسمم وكده، فالحمد لله أنها مش حالة تسمم، هي شوية برد يعني. لا أبسط. برد شديد شوية، واضطريت اخد حقنة كورتيزون عشان بس صوتي يطلع امبارح يعني، لانه كان موقف مش ظريف طبعا، انا راح اطلع اغني على الهوا وانا صوتي رايح. لا لا، الف سلام عليك، الف سلام عليك. الحمد لله، انت عارف تغيير الجو فجأة، طبعا طبعا درجات الحرارة نزلت فجأة اليومين اللي فاتوا، وانا للاسف كنت عاملة مجهود الفترة اللي فاتت كبيرة، ففي الغالب يعني مناعتي نزلت شوية، بس الحمد لله يعني. لا، عايزين المناعة تشد حيلها كده، مش هينفع والله. بحاول والله، بحاول معايا اهو، شد حيلها معايا اليومين الجايين. طيب طمنينا بقى، في بيروت ايه الحفلة اللي هتعمليها ان شاء الله؟ لا، انا كان عندي برنامج ستار اكاديمي امبارح، وان شاء الله راجع بكره، وباذن الله عندي حفله يوم 22 في مصر باذن الله، في جامعه مصر في يوم 22 ديسمبر ان شاء الله، وباذن الله وان شاء الله في حفلات جايه تاني في مصر وبره مصر باذن الله كمان ان شاء الله. طب وراس السنه، راس السنه ايه اخبارها؟ راس السنه دي موسم الحفلات يعني. ما عندي ان شاء الله حفله في راس السنه باذن الله في شرم الشيخ. باذن الله، باذن الله يا رب. طيب اهم حاجه ان احنا اطمنا عليكي، وانتوا طيبين وانت بصحه وسلامه، ويعني انا سعيد عليكم كلكم. ميرسي يا رامي على اهتمامك. لا لا، العفو علي. لا 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 خالص، ده دورنا، وكان مهم ان احنا نطمن على صحتك يعني. كتر الف خيرك، انا متشكره جدا. رجع بالسلامه على القاهره امتى؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه باذن الله، ومنتظرين بقى حفله 22 ديسمبر وحفله راس السنه ان شاء الله. ومنتظرين تنورينا بقى في البيت بيتك كمان. يشرفني. لا ده شرف، شرف لينا، شرف لينا. ميرسي جدا والف حمد لله على السلامه مره ثانيه. الله يسلمك، متشكره جدا جدا والله. ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. الفنانه انغام، الحمد لله طمنت حضراتكم جميعا، عشان كل اللي كانوا بيتساءلوا على المواقع الاجتماعيه، الحمد لله هي مش حاله تسمم، دور برد بس شديد شويه، انما ان شاء الله هي بخير وتعود الى القاهره من بيروت باذن الله غدا ان شاء الله.